السلام عليكم ورحمة الله. الثامنة في تونس. وفي أخبارنا الليلة: تزويد محطات بيع البنزين بالوقود مستمر تدريجيا، والطبيب يؤكد أن المنظمة الشغيلة ملتزمة بالاتفاق الممضى مع منظمة الأعرف. أكثر من 600,000 عملية تسجيل جديد للانتخابات التشريعية والرئاسية، ونسبة الشباب المسجل تتحسن وفق هيئة الانتخابات. سقوط 8 جنود جنوب ليبيا جراء هجوم استهدف معسكر تدريب تابع لقوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. سائقو شاحنات مخصصة لنقل المحروقات استأنفوا عملهم اليوم، والمنظمة الشغيلة ملتزمة بالاتفاق الذي أمضت مع منظمة الأعرف. هذا ما أكده أمين عام اتحاد شغل نور الدين الطبوبي اليوم، فيما عمليات تزويد محطات بيع الوقود مستمرة بنسق تدريجي. وقد أكدت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلاغ صادر عنها اليوم أن الشاحنات المسخرة من قبل الشركات البترولية والتي يقودها عناصر من الجيش تواصل تأمين تزويد محطات بيع البنزين بالمحروقات، كما أوضحت أن عدد السفرات المؤمنة والمبرمجة لهذا اليوم سيبلغ 450 انطلاقا من مستودعات رادس والصخيرة وجرجيس، والتي استأنفت نشاطها العادي بالكامل، علما وأن عدد السفرات العادية يقدر ب 350. وتم إلى حدود الساعة 3 مساء تأمين حوالي 214 سفرة. أكد كاتب عام الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل المنصف بالرمضان أنه تم إقناع عمال نقل المحروقات باستئناف عملهم بعد إضراب دام يومين، نافيا تسجيل أي انفلات في قواعد اتحاد الشغل بقطاع نقل المحروقات. وأضاف بالرمضان أنه وقع تحذير نقابة عمال نقل المحروقات من مواصلة الإضراب خارج المدة القانونية. يأتي هذا بعد إصرار عمال نقل المحروقات على مواصلة شن إضراب بثلاثة أيام منذ يوم الخميس الماضي، رغم إقرار إلغائه بمقتضى اتفاق أبرم مساء الخميس بين الحكومة واتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. من جانبه قال الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي إن المنظمة ملتزمة بالاتفاق الممضى بينها وبين منظمة الأعرف، وأكد أن سائقي الشاحنات المخصصة لنقل المحروقات استأنفوا عملهم اليوم بعد اللقاء الذي جمعهم أمس مع هياكلهم النقابية بالجامعة العامة للنقل. ولكن نحن نتحمل مسؤوليتنا بعد إمضاء الاتفاق. كان عندي رؤية داخل الاتحاد بطبيعة الحال ما يلتزمش مبادئ الاتحاد ومقررات معناها مؤسسات الاتحاد وهياكله ما عندوش مكانه في الاتحاد العام التونسي للشغل. فالبارح بعد لقاء طلبوه معناها هياكلهم النقابيه مع الامين العام المساعد في القطاع الخاص ومع الجامعه العامه للنقل، واليوم رجعت الناس كلها تشتغل بصفه عاديه، ونتعلموا كلهم من الاخطاء نتاعنا وقدرنا كيف معناها ننمي الوعي نتاع روح المسؤوليه فهمني اكثر ما يمكن اليوم في حاجه ليه لبلادنا. هذا ويتواصل بنسق تدريجي تزويد محطات بيع البنزين بالوقود تنفيذا لقرار أصدره رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس، فيما تؤكد بعض المصادر عن عودة التزويد بالمحروقات تدريجيا إلى نسقه العادي بحلول يوم الاثنين المقبل. معطيات عالية الأهمية تحصلت عليها الوحدات الأمنية وعمليات إرهابية كان يتم التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان تمكنت من إحباطها ضمن العملية الأمنية المستمرة التي نفذت بالقصرين غرة ماي الحالية، وانتهت إلى الإيقاع بالعنصر الإرهابي الخطير رائد التواتي، كما جاء في بلاغ وزارة الداخلية الذي أضاف أن الجهود متواصلة لإلقاء القبض على أحد العناصر الخطيرة المتحصنة بالفرار مرتبط بالمجموعة التي تقف وراء هذه المخططات. وقد تم خلال اجتماع مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن والحرس الوطنيين الدورية الملتئم صباح اليوم بثكنة العوينة، تم استعراض مستجدات الوضع الأمني التونسي والتهديدات الإرهابية المحتملة قصد الوقوف على استعدادات الوحدات الأمنية لتأمين الفترة القادمة، خاصة شهر رمضان والامتحانات الوطنية والموسم السياحي وعودة التونسيين بالخارج والاستحقاقات الانتخابية، كذلك التظاهرات الثقافية والرياضية جميعا. وزير الداخلية هشام الفراتي أوصى وفق بلاغ الوزارة بمواصلة تكثيف الجهود تصديا للاحتكار والمضاربة
والترفيع العشوائي في الأسعار تعديلا لقدرة المواطن التونسي الشرائية، مثنيا على الجهود التي تبذلها الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها في مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة. تطوير التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في مجال التدريب والتكوين مثل موضوع لقاء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم زبيدي مسؤولين أمريكيين خلال زيارة عمل يؤديها إلى واشنطن، موضوعها اجتماعات دورية تجمع البلدين منذ 2015. التقى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم زبيدي وأعضاء الوفد المرافق له مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوان بولاتشيك ووكيل وزارة الخارجية لمراقبة التسلح والأمن الدولي أندريا تومسون، وذلك بمقر الخارجية الأمريكية وبهدف تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة آفاق التعاون الأمريكي التونسي خاصة على مستوى الصعيد الأمني للبلاد. الاجتماعات هذه تنعقد سنوياً وفي إطار برنامج تم ضبطه منذ سنة 2015، وهو برنامج تعاون ثنائي يرتكز على 6 محاور أساسية، والمحاور هذه في تتعلق أولا بالتدريب والتكوين، المحور الثاني يتعلق فيما يخص التدريبات المشتركة وخاصة لتحسين تنسيق العمليات للجيوش الثلاث التونسية. المحور آخر يتعلق بالتجهيزات والصيانة. محور آخر يتعلق بتبادل المعلومات. المحور الآخر يتعلق زاد بدعم الاستعلامات. والمحور الأخير يتعلق بحماية وتأمين الحدود التونسية بريا وبحريا والفضاء الجوي. وأضاف وزير الدفاع الوطني أن هذه الاجتماعات تعد فرصة لتقييم الاتفاقيات والدعم الأمريكي لتونس، وأيضا لبحث سبل تعميق وتوسيع الروابط بين الجانبين. الغاية كما قلت لك من هذا التعاون العسكري التونسي الأمريكي هو الرفع من القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية، وخاصة في مجالات اللي هي تمثل مخاطر على أمن تونس في الوقت الحاضر، ولا تمثل أساسا في مقاومة الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمة والتهريب والهجرة اللا شرعية. ومن جهة أخرى ألقى عبد الكريم زبيدي محاضرة بجامعة الدفاع الوطني في واشنطن، وهي مؤسسة تعليمية عالية تهدف إلى تطوير استراتيجية الأمن القومي في الولايات المتحدة. ولموضوعها يتعلق بما قام بدور المؤسسة العسكرية ما بعد الثورة والتحديات اللي قاعد تواجه فيها الوقت الحاضر المؤسسة العسكرية والأفاق التطوير تاع المؤسسة العسكرية من ناحية القدرات العملية الأفاق المستقبلية. وأكد وزير الدفاع الوطني في ختام زيارته على المستوى الرفيع الذي بلغه هذا التعاون والذي يساهم بشكل كبير في تطور المسار التونسي. وفي هذه الأجواء يرى المراقبون أن هذه الاستراتيجيات بين البلدين قد تكشف عن عدة ترتيبات جديدة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتعاون الأمني بين تونس والولايات المتحدة. فيروز الكروانية، التلفزة الوطنية التونسية، واشنطن. إقبال هام ومشجع على التسجيل للانتخابات القادمة، وأرقام ونسب مفاجئة المتعلقة بنية الشباب الانخراط في الاستحقاقات الانتخابية هذا العام خاصة. أعلنتها اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية قدمت فيها آخر مستجدات عملية التسجيل لتشريعيات ورئاسيات تونس 2019. تقييم لسير عملية التسجيل في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة والتي تغطي الفترة الزمنية الممتدة من 10 أفريل الماضي إلى حدود منتصف ليلة أمس قدمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يفيد بأن عدد المسجلين الجدد فاق مجموع ما حققته حملة تسجيل البلديات السابقة. وإلى حدود البارح نص الليل سجلنا أكثر من 616,000 تونسي وتونسية. النسبة متاع النساء الموجودات في التسجيل هذايا هي أعلى من نسبة الذكور. حاجة أخرى مهمة، فما 96,000 عملية تحيين، الأغلبية متاع عمليات تحيين هذايا صارت على المسجلين سنة 2011 و2014. اليوم نقولوا أن العملية ماشية بشكل جيد.
فئة الشباب التي قاطعت وبنسبة كبيرة الاستحقاقات الانتخابية الماضية، عملت الهيئة على إقناعها بضرورة التسجيل، وقد نجحت وإلى حد كبير في ذلك، وفق ما تؤكده مثلا نسبة تسجيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما والتي فاقت 80%. أهم عنصر اليوم عنصر مفاجئ وهو مفاجأة سارة، هي أكثر عملية انخراط في عملية التسجيل في 600,000 مواطن جديد هي الفئة الشبابية، خاصة الفئة ما بين 18 و25 سنة، وهذا أكبر دليل على تغيير التفكير لدى الشباب واهتمامه أكثر بالشأن العام. ويبقى عمل الهيئة على إقناع التونسيين بالخارج بالتوجه إلى القنصليات والبعثات الدبلوماسية لتسجيل أسمائهم، يبقى رهانا كبيرا بالنظر إلى نسبة التسجيل المتدنية إلى حدود ليلة أمس. مازال ما فماش طلبات جيتنا من الخارج بالدرجة العالية، وبش تكون قادم الأيامات اهتمام كبير من الهيئة للموضوع متاع تسجيل التونسيين بالخارج، باش نتوجهوا للدوائر نتاعنا في الخارج لوضع فرق خاصة تابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدعم العمل اللي موجود توا سور بلاس. وتعمل الهيئة خلال هذه الفترة على تنظيم الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك الانتخابات البلدية الجزئية في البلديات التي قدمت مجالس واستقالاتهم، وما أدخل إرباكا على سير عمل الهيئة. حلين المجالس البلدية هذايا عطل عمل الهيئة وشتت تركيزها على الاستحقاقات اللي هي الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية. توا ممكن وصلنا لثلاثة، ويبدو أنه ثم زوز ولا ثلاثة آخرين في الطريق. هذه عادة سيئة، ماذا بينا نتجاوزوها؟ رغم ذلك عندنا 9 شهور من اللي نصبنا المجالس البلدية. يذكر أن عملية التسجيل للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة للسادس من أكتوبر القادم والرئاسية التي ستجرى في 17 من نوفمبر 19 و2000 ستتواصل إلى حدود 22 من هذا الشهر. وقد نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صادر أمس الجمعة قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 12 لسنة 19 و2000 والمؤرخ في 26 من أفريل 19 و2000 والمتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية باردو 19 و2000. نص هذا القرار على أن يكون الاقتراع يوم الأحد الموافق إلى 14 من جويلية 19 و2000، على أن يقترع الأمنيون أو العسكريون يوم السبت 13 من جويلية المقبل، وتقدم الترشحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 2 انطلاقا من يوم الثلاثاء 7 ماي 19 و2000 على الساعة 8 صباحا وإلى غاية يوم الثلاثاء 14 من ماي على الساعة 6 مساء، على أن يتم الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين الانتخابات البلدية في أجل أقصاه يوم الخميس الموافق للسادس عشر من ماي 19 و2000، وسيتم الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس الموافق للعشرين من جوان المقبل. أما مطالب سحب الترشحات فتودع في أجل أقصاه يوم الخميس السادس من جوان القادم، وتنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 22 من جوان، وتنتهي يوم الجمعة 12 من جويلية 19 و2000 على الساعة منتصف الليلة، على أن يتم التصريح بالنتائج الأولية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 16 من جويلية القادم. وتتولى الهيئة أثر انقضاء الطعون وفق نص القرار الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 21 من أوت 19 و2000. وتم التأكيد ضمن قرار مجلس الهيئة على أن كافة بطاقات اعتماد الملاحظين وممثل القائمات المترشحة والمسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم السادس من ماي 18 و2000 تعتبر صالحة لملاحظة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية باردو لسنة 19 و2000. يذكر أن وادي تونس كان قد أعلن يوم 23 من أفريل الفارط عن حل المجلس البلدي بباردو بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ إيداع استقالة أغلبية الأعضاء بالمجلس البلدي المذكور سلفا، موضحا أنه حسب منطوق الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية يتولى الوادي بعد انقضاء المدة عقب الاستقالة إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والانحلال حسب النصوص القانونية المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية. خلال ندوة وطنية التأمت ضمن هيئة إدارية وطنية على 3 أيام تتعلق بخارطة طريق مساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل
في الانتخابات المقبلة، انتهى المجتمعون إلى إطلاق حملة للدعوة للتسجيل في الانتخابات ومشاركة الاتحاد بالحد الأدنى النقابي خلال الاستحقاق التشريعي والرئاسي عبر تكوين 2000 ملاحظ للموعدين، كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري. أربع فرضيات مطروحة على طاولة الاتحاد العام التونسي للشغل حول دوره في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك إما الدخول بقائمات انتخابية خاصة به أو بدعم ترشحات النقابيين بعناوين مستقلة أو الاتجاه نحو دعم عدد من التكتلات والائتلافات الاجتماعية والتي تتقاطع برامجها وتصوراتها مع برامج الاتحاد الاجتماعية والاقتصادية، أو الاكتفاء بدور الرقيب على مسار إجراء الانتخابات والقيام بتوعية وتحسيس المواطنين بضرورة التسجيل والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي. وتعتبر الفرضية الرابعة هي الأقرب لتوجهات المنظمة الشغيلة، سيما وأنها بدأت فعليا في تحديد تدخلاتها. مش تكون مساهمة لوجستية اليوم على مستوى أني تحفيز الناس، وعندنا بعض عدة شعارات اخترناهم باش تكون على مواقع الاتحاد، ومعناه حملة إعلامية في الاتجاه الإيجابي، وبحكم تواجد الاتحاد في كل الجهات وفي كل المعتمديات أن النقابيات والنقابيين يجب يلعبوا دورهم في هذا التحسيس لأنه محطة فارقة حقيقية. ومش تكون مساهمة كذلك بمراقبة الانتخابات ما قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات. وفي نفس الاتجاه احنا بصدد اعداد برنامج اقتصادي واجتماعي سيكون ايضا برنامج يتم فيه اختيار من يتبناه، من يلتزم بتطبيقه، ونعتقد انه يتعارض مع البرامج الليبرالية للعديد من الأحزاب التي تتقدم أو تقدم نفسها على أنها في المرتبة الأولى في صبر الآراء. وشدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال اختتامه للندوة التي تناولت دور الاتحاد في إنجاح الانتخابات القادمة واستكمال المسار الانتقالي، شدد على أن المنظمة ستبقى مستقلة وبعيدة عن كل التجاذبات السياسية. احنا الاتحاد ما نجموش ندخل بقائمات خاصة بنا، ولكن النقابيات والنقابين اللي هم في أحزاب من حقهم يترشحوا في الأحزاب نتاعهم، اللي ما هوش في أحزاب ويحب يترشح في قائمات مستقلة له حرية الاختيار، ولكن ليس باسم الاتحاد العام التونسي للشغل. وسترفع هذه الفرضيات بداية الشهر المقبل إلى الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل للبت فيها واتخاذ القرار النهائي حول أوجه مشاركة المنظمة في الاستحقاق الانتخابي. سويعات على استقبال شهر رمضان المبارك وتحضيرا له ورصدا لأجوائه المميزة في الأسواق التونسية التي تشهد اكتظاظا هذه الأيام، تجولت كاميرا الأخبار في بعض هذه الفضاءات العامة لتنقل لكم التالي مشاهدينا. هي خيرات البلد تعرض فتزدحم الأسواق والمتاجر والمحلات، فالكل يسعى إلى توفير كافة مستلزمات شهر رمضان المعظم. الأعين هنا ترصد كل المنتوجات والأسعار باحثة عما يتناسب مع المقدرة الشرائية، ملبية قدر المستطاع شهوات الشهر المعظم التي تختلف من شخص لآخر. أما عن المشتريات والتحضيرات فهي لا تختلف كثيرا. هذه حلال مالها حاجة جارية بها في شقان فترة، شوية قطايف شوية مرسوقة معناها شوية فيك يا كاو نقضي شوية ولد بحر إيه ما غالي شوية من طعمي ولا 50,000 لعمات شيء. أنا هاو أحضرت الجبن وخذيت شوية حوت ريلة. القليل ما يحضر الشاي، ما عنده شيء ما يحضر. حضرت شاي بنيتي 4 أيام نجي للمرشي صدقني ونروح، كيما ريتني هكا ندور نلقى الغلا والكوى. شوية دقلة لرمضان كي نستنى. نعولوا شوية معولوا شوية بسيسة شوية، وربي إن شاء الله يجينا من صيام ويفتحنا بقسامه بنيتي. بنيتي نسيب الكتب لحد الآن مازلت ما حضرت شاي، إن شاء الله اليوم وغدوة حسب الإمكانيات. راني بديت بشوية ملسوقة واحد بتبيتوا كل يوم يتنوش كل الحاجات اللازمة. مستلزمات الشهر المعظم تشهد إقبالا كبيرا واكتظاظا في أغلب الأسواق، وهو ما جعل البعض يتحدث عن مفارقة التشكيات من غلاء الأسعار والشراء. ثم إقبال كبير ما شاء الله، يحبوا ريكوتا يحبوا جبنات يحبوا جبن مرحي. هاك تشوف الإقبال واضح، قصر الزحمة بارك الله ما شاء الله، الناس كلها تجري كأنه غدو رمضان. ما زلنا غدوة بعد غدوة، نهار الأولاني واحد يعاود يخرج يعاود يجي يكملك الطريف اللي مازال عنده. مش فاهمة لهفة برشا، لهفة موجودة. رمضان ماهوش متاع لهفة،
راهم تاع عبادة. رمضان بركته، هذا تخزينه كل بركته رمضان. هي آخر التحضيرات والاستعدادات قبل وقت قصير من استقبال الشهر المعظم. يبقى معها ترشيد الاستهلاك والبحث عما يتناسب مع ميزانية التونسي، الحل لتوفير المستلزمات ولو بالقليل في شهر الصيام والعبادة. ومن اليوم وحتى 7 من مايو الحالي تم تركيز سوق بيع من المنتج إلى المستهلك بشارع لحبي بورقيبة بالعاصمة تقريبا للمنتجات الغذائية التي يقبل عليها التونسيون بنسق أعلى من العادي خلال شهر الصيام. نقطة بيع مباشرة أكد بعض مرتديها أن أسعارها لا تتميز كثيرا عن تلك التي يتعامل بها عبر الأسواق المركزية والأسبوعية. التمور بمختلف أصنافها، أجبان، خضر وغلال، إضافة إلى اللحوم الحمراء، هي أبرز المنتوجات المعروضة بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بشارع لحبي بورقيبة أيام قليلة قبل شهر رمضان. دقلة اللي نبيعوا فيها أحنا ب7900، البرونشي معناتها بالشمروخ، هي أصلها تتبيع في أماكن أخرى ب12 دينار. عندنا العلب أنواعها، أنواع البسيس، أنواع الدروعات، المعجون، لفحات، الملوخية القبسية. ديجا هنا باش ناخذ نشوف نجربوا بسيسة هذه بالعدس وبالفيك نشوفوها اسكو سافا نستعملوها. ديجا حتى السوم نتاعها أرفق من السوم اللي موجود برا في السوق. منا سعر خاص جدا لأول مرة نعملوه، هو زيت زيتون بكر ممتاز ب7 دينارات و800 اللتر الواحد. ورغم انخفاض أسعار بعض المنتوجات المعروضة فإن بعض المواطنين ممن التقيناهم أكدوا أنها لا تختلف كثيرا على الأسعار الموجودة في بقية الأسواق الأسبوعية والمركزية. احنا كنا في مرسى سنترال شفنا الدقلة حتى 11000، جينا هنا لقاو 12700. الديفيرنس برسك 100 فرانك 200 فرانك حكايه فارغه. توتا وعندنا الجبن المضغوطه البريسي الاسوي نتاعهم 18000، نلقاوهم في لي غروند سيرفاس اكثر شويه ساعات في 30 واكثر. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب أكد أهمية نقاط البيع الموزعة على مختلف جهات الجمهورية في التحكم في الأسعار. الأهمية أن العباد تسأل علاش في شارع بورقيبة، لأن شارع بورقيبة دايرين به أسواق مركزية، عندك سوق المركزي في اللي في شارع الشارع دوغول، عندك سوق نتاع لافايات، عندك سيدي البحري، عندك باب الزيرة، هذايا يلزم يكون عنده دفع أنه نضغط على الأسعار. اليوم عندي 54 نقطة بيع متوزعة في أنحاء الجمهورية. نقطة البيع مثلت فرصة للتعريف أيضا بأهمية التغطية الاجتماعية، وقد خصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جناحا خاصا للإجابة على استفسارات المواطنين. نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بشارع لحبي بورقيبة تتواصل من اليوم إلى غاية 7 من شهر مايو الجاري في محاولة للتحكم في الأسعار. في موضوع آخر، نفذ اتحاد الأساتذة الجامعيين التونسيين إجابة مسيرة احتجاج انطلقت من مقر الاعتصام بوزارة التعليم العالي وصولا إلى شارع لحبي بورقيبة تنديدا بقرار تجميد أجور بعض منخرطيها ومطالبة بتطبيق اتفاق 7 من جوان 2018. هذه من الشعارات التي رفعت خلال مسيرة احتجاجية نظمها اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين إجابة، مسيرة انطلقت من مقر الاعتصام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصولا إلى شارع لحبي بورقيبة بالعاصمة للتنديد بقرار تجميد الأجور والمطالبة بتطبيق اتفاق 7 من شهر جوان 2018. للمطالبة بتفعيل اتفاق 7 جوان 2018. النقاط هذه أهم هي اعتبارنا شريك رسمي في الإصلاح، القيام بنظام وأعداد نظام أساسي جديد فيه تبعات مالية هذه ما كانش موجود، وفتح المناظرات للدكاترة المعطلين عن العمل. فما رسالة للمواطن التونسي، يا تونسي راهو نحميو عليك وعلى ولدك وعلى الجامعة باش نهار آخر تلقى وتقري ولدك، على خاطر الجامعات الكل خوصوها باش نحافظولك نحن على الجامعة العمومية. مشكلتنا الجامعة نتاعنا، مشكلتنا شهيدنا وشهيد أولادنا، مشكلتنا 5000 دكتور بطال. الوضعية اللي وصلها الجامعة العمومية اليوم ولات وضعية مزرية جدا، وضعية البحث أصبحت كارثية، مفتقدين لأبسط لي بوزوان نتاعنا.
عدد من الطلبة والأولياء شاركوا في هذه المسيرة للتعبير عن آرائهم. راهو الطالب تعب، راهو لي بي اف ام تاعنا ملوحين، ما عادش عارفين مش نعملوا، السنين معناها الماستير، ما عادش عارفين كيفاش مش نتصرفوا. أنا عندي ولدي لتوا مازال ما خذاش لي نوت نتاعو في الجامعة، إذا كان تحبوا ننجحوا في بلادنا ونقدموا على مستوى وطني وإقليمي، يلزمنا نصلحوا تعليمنا ونخرجوه من السياسة. كما أكد المشاركون في هذه المسيرة التي استقرت أمام المسرح البلدي مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم. أعداد الافتتاح مركز إقليمي للأورام والأمراض السرطانية بالمستشفى الجهوي بجندوبة، نظم الملتقى الطبي الأول حول الأمراض السرطانية بالجهة لعرض آخر مستجدات الاختصاص العلاجي العلمية. ببادرة من قسم الأمراض السرطانية بمستشفى جندوبة، التأم الملتقى الطبي الأول حول الأورام السرطانية بمشاركة عدد من الأطباء الجامعيين وأطباء الاختصاص. زملائنا اللي يعملوا هنا في جندوبة قاموا بتنسيق اليوم العلمي بمناسبة إن شاء الله افتتاح المركز الجديد، وفيه معناتها عدة مواضيع تخص العلاج بالكيميائي ولا العلاج بالأشعة بالنسبة لسرطان الثدي وسرطان البروستات. الملتقى تناول عديد المواضيع ذات العلاقة بآخر الأبحاث العلمية في علاج الأمراض السرطانية والأورام وسرطان الثدي وأهمية الأشعة في تشخيص الأمراض ذات العلاقة. مستوى العلمي رفيع جدا ويحكي عن المعطيات الحديثة. في المعطيات الحديثة يمكن المعهد هذا جاب حاجات خارقة العادة، لكن مع الأسف نقعدوا ديما في نفس المشكل الأليم هو الأدوية. والكونهم المرضى ما عندهمش ديما إمكانيات باش ياخذوا أحسن علاج نظرا للضغوطات الاقتصادية اللي تعيشهم تونس حاليا. المستشفى الجهوي بجندوبة سيشهد خلال الأيام القادمة افتتاح مركز إقليمي جديد للأورام والأمراض السرطانية يحتوي على عديد الأقسام والاختصاصات، مكسب قد يسهم في رفع عناء التنقل على المرضى بولايات الشمال الغربي. مركز جديد الذي سيتم تدشينه في القريب العاجل وسيكون مكسب للجهة، سوف ينتفع به كل سكان الشمال الغربي من ولاية جندوبة، بيجا، الكاف، سليانة. الملتقى الطبي الأول حول الأمراض السرطانية مناسبة لطرح آخر ما توصلت إليه الأبحاث الطبية في هذا الاختصاص. وفي بادرة استحسنها متسكنو منطقة حي الزهور بالعاصمة وتقريبا للخدمات الصحية من التونسيين، نظمت الكشافة التونسية وبلدية المكان قافلة صحية لفائدة متساكني الحي الذين طالبوا بتكثيف مثل هذه المبادرات المواطنية. مقر الكشافة بحي الزهور تحول صباح اليوم إلى مستشفى ميداني لفائدة المواطنين للتقصي من الأمراض المزمنة على غرار السكري وضغط الدم وأمراض القلب. هذه القافلة الطبية التي نظمتها الكشافة التونسية بالتعاون مع بلدية الزهور وبعض مخابر الأدوية هدفها تقريب الخدمات الطبية من المواطنين. التظاهرة هذه فيها عملية اكتشاف للضغط الدم والسكري مع وجود أطباء اختصاص القلب والشرايين. اللي ما عندوش تغطية اجتماعية واللي هو عنده أمراض مزمنة ويزمو يعالج، نحن كدائرة بلدية باش ننسقوا مع ناخذوها نتكفلوا به وننسقوا مع وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق المرشدة الاجتماعية اللي بالدائرة المسؤولة بالدائرة، ونحاولوا نعطيوه دفتر علاج يكمل به اللي يداوي به على المرض نتاعو. متساكن الزهور استحسنوا هذه البادرة مطالبين بتكثيفها وجعلها دورية نظرا لأن العديد من المتساكنين غير قادرين على التنقل للمستشفيات. باهي ياسر فهمتني، باش فما ناس معناها ما تقدرش معناها باش تعدي وتتنقل ولا حاجة، تسمى حاجة باهية. الناس كل فرحانة مش فرحانين، فكرة بالقدا بالقدا بصراحة. الطبيب ياخذ المواطن والطبيب ياخذ راحته. شفت انا جماعه كيفاش تو كنت معاهم يقى راحته بالكدا ولا باس الحمد لله. هايله والله العظيم هايله، فرحت بها بالكدا. واحد من غير تعب شيء والله يا وليدي رحمه. قافله طبيه في الاحياء الشعبيه، مطلب يرجو المواطن ان تعمم في كل الاحياء والمناطق، ويرى القائمون عليها
أنها جزء من التوعية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. دورة ثانية من مسابقة أورو متوسطية للإبداع والابتكار في مجال الخشب والتأثيث، شارك فيها طلبة معاهد الفنون الجميلة ومراكز التكوين المختصة، التهمت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ببادرة من المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث بالتعاون مع الجامعة الوطنية للخشب والتأثيث. جوائز المسابقة تراوحت بين المالية وفرص التربص بالخارج وعقود العمل. تحت عنوان كل شيء يبدأ بحلم، انتظمت الدورة الثانية للمسابقة الأورو متوسطية في ابتكار وتصميم الخشب والتي يشارك فيها تلاميذ مدارس الهندسة والفنون الجميلة ومراكز التكوين المهني. عندنا 360 شاب من كامل تراب الجمهورية شارك. اليوم عندنا 107 يعني مشروع اللي وقع إنجازه. عندنا حوالي 12 زيزة اللي احنا باش نوزعوها على هل المتبرين السناء. كذا كان إنسان يحب حاجة وينجح فيها، احنا الهدف هو نحبوا الشباب والصغار واللي يقراوا في الديزاين والموضع في قطاع الخشب والأثاث، باعتبار الأثاث داير بينا بارتو في حياتنا، معناها أهم ماتيريو مستعمل. جوائز المسابقة تراوحت قيمتها بين 2000 دينار إلى 5000 دينار، إضافة إلى تربصات بالخارج والتحاق بسوق الشغل. ما كنتش مصدق لي نجم نربح، هذا كله غراس على مون بير، هذه اول حاجه اللي عاوني، والكادرور نتاعي اللي هو مسيو ظفر المنيري. برشا فرحه مصدومه، كنتش متصورتها، اخر حاجه كنت اتوقعها، سورتو بعد ما ريت لي فري الكل خرج وريت لي برودوي اللي عملوهم الناس الكل. هذا ويمثل قطاع صناعه الاثاث بتونس قطاعا واعدا، اذ يشغل حوالي 7% من اليد العامله التونسيه، لتكون مداخله السنويه حوالي 1600 مليون دينار. قطاع اللي اليوم يصدر حوالي 500 مليون دينار، دونك ارقام مهمه. يشغل فما حوالي 40,000 موطن شغل، دونك ارقام كبيره، مشغل جدا. مؤسسات طبعا في مؤسسات صغرى متوسطه حوالي 400، ولكن فما تقريبا 10,000 حيره في القطاع. كي تحط هذه الكل مع بعض نحكيوا على قطاع مهم معتبر على المستوى الوطني. المسابقه الأورو متوسطيه في ابتكار وتصميم الاثاث فرصه للشباب والصناعيين على حد السواء لتطوير قطاع صناعه الاثاث في تونس. في شان آخر، وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهيكا مراسلتين إلى رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب تحثهما على تسريع المصادقة على قانون الهيئة الأساسية المعوض للمرسوم 116، وطالبت رئاسة الحكومة بسد شغور عضوية مجلسها والتمديد في عهدتها أسوة بالتجارب المقارنة في القانون الفرنسي. هذا ما صرحت به عضو الهيئة راضية سعيد اليوم خلال تظاهرة الأبواب المفتوحة التي نظمتها مع منظمة المادة 19، لفتا إلى عمل وحدة الرصد بالهيئة وتقنيات المعتمدة خلال هذه العملية. تظاهرات تهدف إلى التعريف بعمل وحدة رصد الإعلام السمعي البصري بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والتقنيات المعتمدة في هذه العملية، إضافة إلى تسليط الضوء على دور فريق وحدة الرصد في حماية حرية الإعلام والتوقي من خطابات الكراهية والتصدي لها. قدمنا تدريبات لهذا الفريق في هذا المجال بالتحديد. الدور الموكول للفريق هو طبعا رصد الحالات التي يرى فيها الراصدون يعني تجاوز لحرية الإعلام ويرفعها لمجلس الهيئة للقيام بالقرارات اللازمة. من جهتها، أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رضي السعيدي أن وحدة الرصد تعتبر العمود الفقري لعمل الهيئة، خاصة وأنها الجهة التي تسهر على رصد الإخلالات والتجاوزات في المضامين الإعلامية. كذلك هي مطالبة برصد التعددية والقيام بمختلف التقارير اللازمة سواء خلال فترة الانتخابية أو خارجها، وكذلك نقوم بجملة من التقارير والدراسات حول مجموعة من المواضيع سواء متعلقة بالمرأة بالطفل أو غيرها. وباعتبار أن خطاب الكراهية يمثل خطرا على النظام الديمقراطي، فإن عملية التصدي له تمثل مسألة جوهرية، لكن دون المساس من حرية التعبير والإعلام. هناك أصناف متعددة حسب المعايير الدولية، هناك خطاب الكراهية الصنف الخطير، وهذا الصنف مثلا التحريض على القتل أو التحريض على العنف أو الدعوة إلى الحرب، هذا الصنف من الخطاب يجب التعامل معه بالعقوبات السجنية.
الصنف الثاني من العقاب من خطاب الكراهية هو خطاب الكراهية الذي يحمل نوع من العنف لكن لا يدعو إلى القتل، وهذا الصنف يجب التعامل معه بالعقوبات الإدارية والعقوبات المدنية مثل العقوبات التي تسلطها هيئة الاتصال السمعي البصري. خطابات كراهية يجب التعامل معها ليس بمقتضى العقوبات بل بمنطق فتح باب الحوار ومحاولة إقناع الآخر للإيمان بثلاثة قيم أساسية، وهي قيم التفتح التسامح والتعدد. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية واحتدام المنافسة بين الأطراف السياسية، يرى مراقبون أن منسوب خطاب الكراهية يشهد ارتفاعا، وتؤكد الهيئة أنها بالمرصاد له لتنقية المناخ الانتخابي. وعلى إيقاع يوم حرية الصحافة العالمية اختتمت البارحة بمدينة الثقافة أيام الإبداع الصحفي الثقافية، ووزعت جوائزها خلال حفل فني أحيته الفنانة روضة عبد الله. مايا التي غنت لها روضة عبد الله بمناسبة اختتام أيام الإبداع الصحفي الثقافي هي مفرد في صيغة الجمع، فهي المرأة التونسية التي تعمل في جميع المجالات ومنها مجال الصحافة، والتي تدافعن بالقلم والمصداح عن قيم الحرية والعدالة. اليوم العالمي لحرية الصحافة نتفكر زادة نجيب الحمروني، ونتفكر برشا نساء كل امرأة من موقعها قاعدة تناضل وقاعدة تفك في بلاصتها. النضال من أجل قضايا الإنسان كإرساء ثقافة التسامح والانفتاح على الآخر، والعمل على الوقاية من التعذيب والاهتمام بقضايا اللجوء كانت محاور مسابقات تم فتحها للصحفيين والصحفيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وقد تم توزيع جوائزها على المتوجين بها بهذه المناسبة. توجنا لعمل حول مسرح السجون، يعني يظهر لي هذا يلخص دور الإعلام أنه يتحدث عن الفئة المهمشة، يتحدث عن الفئة المنسية، يسلط الضوء على المناطق المظلمة، هذا من بين أبرز أدوارنا. العمل متاعنا هو كان 6 أشهر بعد الفيضانات في تكلسة، يعني هو الهام فيه أنه نحن وصلنا صوت المواطن التونسي. علينا جميعا كصحفيين وإعلاميين أن نعي مسؤولية صاحبة الجلالة اليوم في هذه المرحلة من التاريخ التونسي، علينا أن لا نصمت، أن لا نتراجع، أن نتقدم إلى الأمام من أجل خير هذا البلد. هذا البلد الذي كان المواطن فيه هاجس الأعمال الصحفية المتوجة أفردته الفنانة روضة عبد الله بأغنية جديدة عكست فيها واقعه في هذه الفترة من تاريخه وبمستوياته المختلفة. وفي شأن متصل، حملت جامعة مديرية الصحف التونسية الحكومة مسؤولية الوضع المأساوي الذي تعيشه الصحافة المكتوبة جراء ما وصفته بمماطلتها في تطبيق الإجراءات المساعدة على ضمان ديمومة القطاع. بيان الجامعة في الغرض أصدرته اليوم بمناسبة يوم حرية الصحافة العالمية، وجاء فيه أن عديد الصحف الورقية توقفت نهائياً عن الصدور وغيرت أخرى دوريتها، فيما انقطع نشر صحف رقمية عديدة والمصير ذاته يهدد غيرها، موضحاً أن مؤسستين اضطرتا إلى تسريح العشرات من عامليها لتراكم الصعوبات التي تواجه منذ 11 و2000 وغياب مبادرات الحل. تطورات الأوضاع في المنطقة والوضع في ليبيا كان موضوع مكالمة هاتفية أجراها وزير الشؤون الخارجية خميس جهناوي اليوم مع نظيره المصري سامح شكري، ليجدد الوزيران وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية تأكيد ضرورة مواصلة الجهود من أجل حث الأشقاء الليبيين على وقف الاقتتال فورا واستئناف المسار السياسي وإقناعهم بضرورة تجاوز الخلافات والتوصل سريعا إلى حل سياسي توافقي تحت رعاية الأمم المتحدة. الوزيران اتفقا على عقد اجتماعين الأيام القادمة يضم وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بتونس في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لتسوية سياسية شاملة بليبيا والمساعي التي تقودها الدول الثلاث بهدف إنهاء حالة التوتر في البلد الجار واستئناف المباحثات السياسية.
وعلى الميدان الليبي أعلن رئيس بلدية سبها أن 8 جنود قتلوا صباح اليوم جراء هجوم استهدف معسكر تدريب تابع لقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بالمنطقة العسكرية بسبها جنوب البلاد. وبينما لم تحدد هوية المهاجمين، اتهم مصدر بقوات شرق ليبيا عناصر داعش الإرهابي ومسلحين من المعارضة التشادية بتنفيذ الاعتداء، فيما وصلت تعزيزات عسكرية تابعة للجيش الوطني الليبي إلى الموقع وفكت الحصار عن الكتيبة المستهدفة. قوات حكومة الوفاق أعلنت في الأثناء سيطرتها على مواقع تابعة لقوات حفتر في محور وادي الربيع، أين دمرت عددا من الأليات، معلنة بدء تمشيط المناطق المسيطر عليها. استشهد 4 فلسطينيين اليوم، 2 منهم خلال مسيرات العودة برصاص قوات الاحتلال، وآخران في قصف قوات المحتل الذي استهدف القطاع، لتتوعد المقاومة الفلسطينية بالرد على الاعتداءات الصهيونية الآثمة المستمرة. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 4 باستشهاد أحدهم فجر اليوم متأثراً بجروحه البليغة التي أصيب بها خلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرق البريج وسط القطاع، وكان 3 آخرون قد سقطوا إما بالرصاص أو في غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مخيم المغازي في غزة. وتنضاف هذه الحصيلة إلى 6 فلسطينيين آخرين سقطوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أبريل الماضي بكل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وقدعت قيادة غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لرفع جاهزية دفاعاتها رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة، وآخرها قيام الطيران الحربي بشن سلسلة غارات على القطاع ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الفلسطينيين. واستهدفت طائرة الاحتلال سيارة تابعة للمقاومة الفلسطينية في بيت حانون شمال القطاع، فيما ردت المقاومة الفلسطينية باستهداف بعض المستوطنات الإسرائيلية بعدد من الصواريخ. وكرد على هذه التطورات، أغلق الجيش الإسرائيلي عدة مناطق محاذية للسياج الأمني لقطاع غزة في إعلان لحالة استنفار أمني، سيما بعد تأكد إصابة جنديين إسرائيليين. تأتي هذه التطورات الميدانية بعد نحو شهر من الهدوء النسبي لتنسف تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية التي رعتها كل من مصر والأمم المتحدة. في أخبار الرياضة، نجح الترجي الرياضي في بلوغ نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم عقب تعادله سلبيا ظهر اليوم مع مضيفه مازامبيا الكونغولية في إياب نصف النهائي، إذ استفاد الترجي حامل اللقب من فوزه ذهابا بهدف دون مقابل. شيخ الأندية التونسية سيضرب موعدا في النهائي مع الوداد البيضاوي المغربي المتأهل على حساب سان داونز الجنوب أفريقية في تكرار لنهائي نسخة عام 2011 التي توج بها. لقاء الذهاب سيقام بالمغرب على أن تدور مواجهة العودة بأولمبي رادس. كذلك أحرز الترجي الرياضي لقب كأس تونس للكرة الطائرة للمرة 17 في تاريخه عقب فوزه عشية اليوم في المباراة النهائية على النجم الرياضي الساحلي 3 أشواط دون مقابل. الترجي أكد هيمنته على الألقاب المحلية هذا الموسم، إذ جمع الفريق لقب الكأس للبطولة محققا الثنائية الثانية على التوالي. أسدل الستار صباح اليوم على الموسم الرياضي للمنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والشغل عبر إجراء نهائي مسابقة الكأس التي توج بلقبها فريق الجمعية الرياضية للتلفزة التونسية. توج فريق الجمعية الرياضية للتلفزة التونسية بلقب مسابقة الكأس التي تنظمها المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والشغل، تتويج جاء على إثر الفوز بضربات الجزاء أمام فريق الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ليؤكد أبناء التلفزة التونسية علو كعبهم في هذه المسابقة العمالية. كونسنتراسيون للآخر، تبدأ كونسنتري حتى في آخر لحظة تنحيها بقدرة ربي.
وقابلت كل ربحناهم بذكور كبير وجينا في الفينال الحمد لله في الاخر توجنا. عملنا ولازينا الشامبيونات، السنه هزينا الكوب والحمد لله يخدموا تبارك الله عليهم والولدات كوارجيه ما شاء الله عليهم. هذه خدمه تاع سنوات والحقيقه معناها ماشي شيء بلاش، خدمه تعب جرينتا من الاولاد مش اداره كلها والحمد لله الحمد لله ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله. تظاهرات رياضيه من شانها انشاء علاقات بين مختلف المؤسسات فضلا على ما تضفيه من اجواء خاصه يبتعد بها العمال عن الضغط المهني اليومي. ابار التتويج اللي نتاع اليوم هذه المره 18 التلفزه تهز الروح الرياضيه بتبيعها بار الشامبيونه ولا كيما الكوب نتاع السنه هذاك علاش نلعبوا احنا كان على الفير بلاي وعلى اللمه هذيا وعلى المعارف الجدد نتاعنا. اليوم اللي انتصر هو الروح الرياضيه والله معناها يكون معناها المستقبل معناها خير وان شاء الله ربي معناها يعاوننا الناس الكل. مسابقات رياضية تجمع العمال حول الجلد المدور وتخلق منافسة من نوع آخر لتصنع تقاليد ينشئ بها كل فريق سجلا حافلا بالعطاء وتتويجات. إلى الفنون وأحاديثها الآن، ففي معرض بعنوان ولادة وبعث اختزلت الفنانة التشكيلية حياة القاسمي مسيرتها الفنية وزينت فضاء خير الدين بتونس العاصمة بلوحات إبداعية. اختزلت الزمان في كل محطات مسيرتها الفنية منذ انطلاقها حياة القاسمي الفنانة التشكيلية العصامية تسافر بك عبر التاريخ من خلال أعمال فنية متكاملة متعددة المواضيع. المعرض هو هذا هو معرض استعادي، يعني يروي قصتي مسيرتي الفنية 30 سنة إذا نقول، لكن المعرض هذا خاص جدا خاطر فيه أربع محطات تاع حياتي. وتعتبر الفنانة التشكيلية حياة القاسمي من القلائل المختصين في الفن البربري التشكيلي الفطري، فهي ترسم بتلقائية وعفوية لتنتج لوحات قريبة من المتلقي وتأسره بألوانها الداكنة. دخلت الألوان الزاهية مع الألوان الداكنة، يعني الأخضر تحطه بحذا الأحمر والأصفر، وهذه خصوص فان جوغ، يعني اللي هو يستعمل الألوان القاسية برشا كي تخزر للوحة تخش عليها تسيح، تخش عليها تغني، تخش عليها ترقص. مدينة باجا كانت حاضرة بقوة في لوحات القاسمي وهي التي عاشت طفولتها بين الحقول والطبيعة. بأن هي من الشمال الغربي ومدينة باجا بالتحديد حاول تنقل لنا الحضارة والبربرية تاع مدينة باجا اللي هي منطقة شمالية، حاولت هذه الكل تلخصوا هنا في هالمية لوحة هذية. اللون الأحمر بجانب اللون الأخضر بجانب اللون الأسود كلها إذن فيها جرأة، وهذه الجرأة فيها انتماء، إذن هي أرادت بهذه اللوحات الانتماء إلى العصر البربري. معرض الفنانة التشكيلية حياة القاسمي يتواصل إلى غاية 18 من شهر ماي الجاري بفضاء خير الدين بتونس العاصمة. على الألوان والإبداع نغادركم مشاهدين الكرام، إليكم فيما يلي تذكيرا بعناوين الأخبار. تزويد محطات بيع البنزين بالوقود مستمر تدريجيا، والطبوب يؤكد أن المنظمة الشغيلة ملتزمة بالاتفاق الممضى مع منظمة العرف. أكثر من 600,000 عملية تسجيل جديد للانتخابات التشريعية والرئاسية، ونسبة الشباب المسجل تتحسن وفق هيئة الانتخابات. سقوط 8 جنود جنوب ليبيا جراء هجوم استهدف معسكر تدريب تابع لقوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر. وحتى تواكب دوما مستجد الأخبار، بوابة التلفزة التونسية على ذمتكم مشاهدينا. سهرة طيبة.